بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب بكم طلبتنا الأعزاء ومساق إدارة المشروعات الصغيرة، حيث تحدثنا في الفصل الماضي عن الإبداع والابتكار. سنستكمل طبعا الحديث في هذا الفصل عن الابتكار وريادة الأعمال. طبعا الفصل هذا بيتحدث زي ما تحدثنا عن الإبداع وريادة الأعمال. أهداف هذا الفصل التعرف على محفزات الإبداع وتنمية مفهوم القيادة الإبداعية والتمييز بين عوامل دعم الإبداع وعوائقه، إيجاد العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال، وأن يدرك الطالب أهمية الابتكار في منظومة ريادة الأعمال. طبعا تعودنا إحنا طبعا في بداية كل لقاء نتحدث عن قصة لريادة الأعمال، ولكن نقول على كل الأحوال الأعمال الريادية لابد أن تتبنى الإبداع والابتكار في عملياتها وأنشطتها حتى يكون هنالك استدامة لهذه الأعمال، والبحث عن بدائل دائما لنعزز أداء المشروع حتى يكون هنالك عمل مستمر. الموضوع اللي بيتحدث عن قصة رائدة الأعمال هي لدلة القهوة أوتوماتيكية. بتعرفوا إحنا يمكن موضوع القهوة لما إحنا بدنا نعملها العربية على وجه الخصوص بتاخد منا وقت طويل. الآن فكرة القصة حتى يكون هنالك ابتكار وريادة في الأعمال، شابة سعودية كونت هذه الفكرة، بحثت جمعت معلومات كيف كان هدفها، كيف يمكن أن تحضر القهوة بطريقة سهلة وبشكل تقني وليس يدوي. وصلت إلى صنع فنجان قهوة بطريقة تقنية مبتكرة، وهذا اللي تحدثنا فيه إذا فاكرين الأداء التقني، في عندي إبداع إداري وإبداع تقني. طريقتها التقنية حتى يسهل الاستمتاع بالقهوة العربية، وصار في عندي أول آلة مختصة بأداء القهوة العربية من خلال هذه الشابة السعودية اللي وصلت إلى هذا الأمر. يعني هذه فكرة الموضوع. يمكن لعلنا عندما نتحدث عن هذه الفكرة نقول بأن هنالك مجموعة من الأفكار تم استخدامها، وصلت هذه الأفكار إلى الأهداف اللي احنا إيش بنسعى لتحقيقها. طيب خلونا نتحدث على عوامل دعم الإبداع وعوائقه. حتى أدعم الإبداع في عند عوامل شخصية وعوامل تنظيمية وعوامل إضافية. العوامل الشخصية لها علاقة بإيه؟ بالقدرات الإبداعية، الطلاقة والمرونة والأصالة إذا فاكرينها، التفكير الفردي والتميز الذي يتعلق بالقدرة على اكتشاف المعلومات. طبعا هذا احنا نسينا نضيفه في السلايد، بتراجعوها في صفحة 82 اللي لها علاقة بعوامل دعم الإبداع. في عند عوامل تنظيمية لها علاقة بالخبرة الاحترافية، بحجم الشركة، بالتخصيص في العمل أو التخصص في العمل، وعوامل إضافية لها علاقة بثقافة الشركة والهيكل التنظيمي والزبائن. في المقابل عندي معوقات الإبداع. معوقات الإبداع لها علاقة بالتفكير النمطي التقليدي. كيف يعني؟ الشعور بالعجز، إنه أنت مش قادر تعمل، إحباط، في عندك ناس بيعيقوا تدفق الأفكار، في عندي اضمحلال لهذه الأفكار. يعني بمعنى في ناس بيحاولوا أنهم إيش يثبطوا، انعدام الجرأة والشجاعة. يمكن حدثنا أهم نقطة في الابتكار أنه يكون فيه جرأة وشجاعة حتى تكون شخصية مبتكرة. يعني انعدام الجرأة أنه ما بيعبر عن رأيه، وهذا مش صحيح. التفكير السلبي، ينظر إلى الأمور بطريقة مالها سلبية، متشائم، لا يكون متفائل، بالعكس لابد أن يكون هناك تفاؤل وتفاؤل كبير. فقدان الثقة بالنفس، لاحظوا أنه هذه الأمور تتعلق بإيه؟ في صفات المبدع. فبالتالي إذا لم تكن مبدع ولم يكن لديك إبداع، هذه كلها ستكون معوقات. فقدان الثقة بالنفس، يعني هذا الشخص يكون خايف من الآخرين، بخاف السخرية. عدم القدرة على التخيل، يمكن تحدثنا أن الشخص المبدع والمبتكر لديه القدرة على تخيل الأمور بطريقة معينة، لديه القدرة على الحديث
خارج السرب، في عنده مستويات مختلفة ممكن يتحدث فيها وإلى آخره. تمام. محاربة المسؤولين للأفكار الإبداعية، طبعا هذه لربما تكون خارجة عن إرادته، بنلاحظ إنه في عندنا ناس بس مهمتهم إيش؟ يدمروا الأشخاص اللي بيكون في عندهم أفكار. طبعا في لها أسباب، إنه والله ما بده حدا يجي مثلا يكون متفوق عليه، لا بده يتم هو موجود حتى يسيطر على كل الأمور. الحواجز النفسية المعيقة، في الشخص نفسه، هو يشعر بالنقص أو الاعتقاد بأفكاره إنه مش قوية، أو ممكن تكون حواجز مالية أو العادات والتقاليد، يعني في الآخر حواجز نفسية. الجهل والخوف من نظرة الآخرين، يعني إنه أنت الجهل لحاله دمار عدوك. الخوف من نظرة الآخرين، لا أنت لازم يكون في عندك ثقة. يمكن إديسون لما اخترع المصباح تم تطريده من الفصل، ولكن ظل مصر إلى أن وصل إلى اليوم. إديسون هو صاحب أول من يعني اخترع المصباح، فبالتالي هذه القضايا لازم أنت تسعى لإلها. فقدان المرونة، طبعا إذا أنت فقدتها بالتالي يعيق توليد الإبداع والابتكار، وبالتالي لن يكون هنالك أفكار، ستكون هنالك جمود في كثير من القضايا. واضح؟ طيب، في عندي محفزات الإبداع والابتكار، في عندي محفزات الإبداع والابتكار. أولا الخيال. ماذا نقصد في الخيال؟ يمكن أنا الخيال قدرة على تصوير الواقع، والخيال عنصر مهم، فبالتالي أنا قديش بكون في عندي تنمية الخيال من خلال التقدم، من خلال الأفكار المختلفة. هذا بكل تأكيد سيكون هنالك له أفكار كبيرة، رقم 2، تشجيع الأفكار الحرة، هذا راح يعني يعطينا فرصة قديش بده يكون في عندي أفكار حرة وأفكار جديدة وحلول غير مسبوقة، وعدم كبت الأفكار وعدم السماح بالنقد. هذا كله بيعطيني مجموعة من الحرية لحتى نتحدث بأفكار ابتكارية حرة. إذا نستكمل. بالمناسبة هذه النقاط اللي أنا بتحدث فيها موجودة في صفحة 86، هي يعني لا تختلف كثير عن النقاط اللي احنا بنتحدث فيها. فمثلا لما أنا أتحدث على النقطة التي لها علاقة بالخيال، يعني أنا بتحدث على معرفة تشجيع الأفكار الحرة، قديش بتكون في عندي براءات اختراع وملكية فكرية، دعم المبدعين والمبتكرين من خلال براءات الاختراع، المغامرة والتحدي. يعني أنتوا بتعرفوا في عندي أفكار كثيرة ممكن أنا ألاقي فيها لها تحدي ومغامرة. هذه الأمور إحنا بدنا ناخدها دائما بعين الاعتبار حتى يكون في عندي إثارة وإطلاق العنان للإبداع، الفرص المتكافئة. إذا تحدثنا عن الفرص المتكافئة، بمعنى كله يكون في عنده نفس القدرة المتكافئة، ويكون في عنده القضايا الهامة، الاهتمام بالإنجاز. يعني أنا في عندي أفكار محددة لازم أهتم بالإنجاز الخاص فيها، كيف إحنا ممكن نصل إلى تشجيع الإشادة، التعاون بين الأفراد، لابد أن يكون هنالك تعاون بين الأفراد يولد من خلاله أفكار إبداعية مثمرة، لأن هذا التعاون بين الأفراد بحفز الإبداع. المكافآت والحوافز، بكل تأكيد عندما يكون هنالك حوافز ومكافآت سيكون هنالك ابتكار وريادة للأعمال، الأمر الذي سيكون من خلاله محركات وقدرات ودوافع حتى نصل إلى الأفكار اللي احنا بدنا نصل إليها. إذا نقول الإبداع وريادة الأعمال، نعم تشجع المعرفة والتقدم العلمي والفكرة وتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية. كل هذه الأمور اللي أنا تحدثت فيها هي نفس النقاط اللي أنا حكيت فيها، موجودة في صفحة 86 و87
88 على ايه التوالي. فمهم جدا ان احنا نتبعهم وتكون الامور ان شاء الله واضحة للجميع. تمام. نصل الى النقطة الرابعة، اشكال حقوق الملكية. يمكن احنا تحدثنا في اشكال حقوق الملكية وقلنا في ان ثلاث اشكال لحقوق الملكية. اولا براءات الاختراع، حق التأليف والنشر، والعلامات التجارية. ماذا نقصد في كل نقطة من هذه النقاط؟ براءات الاختراع. براءات الاختراع تمنح للمخترع الحق في منع الغير من صنع أو استخدام أو بيع الاختراع إلا بموافقته، وذلك خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 20 سنة. عندما تنتهي المدة تصبح براءة الاختراع ملكا عاما. واضح؟ إذا شخص اخترع مثلا الفيسبوك، اخترع سيارة تمشي بطريقة معينة مثلا على المية، هذا ممنوع هذا يعمل زيها، لازم ترجع لبعد 20 سنة تصير ملك ايش؟ عام. حق التأليف والنشر، بمعنى أنا بدي أحمي أعمال المؤلفين بشكلها النهائي، مثل الكتب، برامج الكمبيوتر، التسجيلات الصوتية، التصاميم الهندسية. زي احنا بنشوف مثلا اليوم عندنا كثير قضايا لها علاقة بالكتب، ممنوع أنت تنقل أي شغلة إلا بعد ما ترجع للكتاب، إلا بعد ما ترجع ليه؟ للكتاب وصاحب الكتاب. فما مستحيل أنه أنت تقدم من عندك مثلا وتكتب بدون ما إيه الإشارة لهذا الأمر. العلامات التجارية، العلامات التجارية هي تعتبر رمز أو كلمة أو تصميم، سواء تم استخدامه منفردا أو ضمن تركيبة، عشان أنا أدلل على إيش؟ مصدر السلعة. يعني هذا كنا بنشوفه في كثير شغلات، في كثير قضايا، قديش في عندي علامات تجارية. هذه العلامات التجارية أنا بستخدمها لتصميمات معينة حتى نصل للأغراض الخاصة فيه. واضح؟ هذه النقاط اللي حبينا نتحدث فيها حتى الآن، وهذا الأمر اللي له علاقة بأشكال حقوق الملكية. يعني إحنا بنرجع وبنحكي إنه دائما الابتكار مهم جدا، الابتكار من القضايا الهامة جدا اللي إحنا بدنا نركز عليها في المؤسسة. قديش بكون في عندي مجموعة من الأفكار اللي لازم إحنا نعززها بطريقة أو بأخرى، هذه تعتبر أساسات للاستمرار والإبداع والريادة الخاصة بالمؤسسة. خامسا، القيادة الإبداعية وريادة الأعمال. القيادة الإبداعية وريادة الأعمال، يمكن إحنا تحدثنا أن الإبداع هي عبارة عن تبني فكرة وسلوك جديد لصناعة الشركة أو سوقها أو بيئتها، علشان أنا أطرح منتج معين. هذا المنتج بدي أنا إيش أحطه بين الأفراد، أحطه بين الأشخاص. هذا الأمر علشان أنا أرتبه بطريقة معينة، لازم يكون في عندي ناس بيتبنوا هذا الأمر، ناس بيتبنوا هذا الأمر. كيف بدهم يتبنوا؟ من خلال قيادة. القيادة هذه لازم يكون في تنسيق، لازم يكون في متابعة، لازم يكون في مجموعة من الأفكار فيما بينهم، لازم يكون في استمرار لمجموعة من المتابعات، ابتكار أساليب حديثة حتى ندعم اتجاهات المؤسسة وإلى آخره. باختصار نقول لدينا مجموعة من النقاط التي ندعم من خلالها القيادة الإبداعية وريادة الأعمال. أولا، لابد من وجود قيادة تتبنى الإبداع. لابد من وجود قيادة تتبنى الإبداع، بمعنى إذا كان هنالك إبداع في المؤسسة والقيادة تحارب هذه الإبداع، لن يكون هنالك ريادة في هذه المؤسسة، سيكون هنالك تراجع بشكل كبير في أفكارها، في تقدمها، لأنه القيادة الناجحة
هي القيادة التي تضع كافة الأمور نحو تحقيق أهداف هذه المؤسسة. لابد من وجود نظام إداري يشجع الإبداع. من وجود نظام إداري يشجع الإبداع. يمكن كلنا متفقين على أن الإبداع لا يأتي إلا من خلال حاضنة. الحاضنة هي المؤسسة، والمؤسسة هو النظام. وبالتالي إذا ما كانت القيادة والنظام مجتمعين، سيكون هنالك إبداع، والإبداع سيصب في مصلحة مين؟ المؤسسة. لابد أن يكون هنالك فرق متخصصة إلى ماذا؟ إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالإبداع. لدينا فرق متخصصة، هذه الفرق تساعد في الوصول إلى الأهداف الخاصة بالقيادة الإبداعية. هيكل إداري مرن، هذه مهمة، يمكن احنا حكينا الهيكل لابد أن يتناسب مع المتغيرات. إذا ما كان هنالك ضرورة لكي يكون تغيير ضمن مصلحة العمل، ولما لا؟ لأنه احنا بنتحدث على أن الهيكل الإداري الناجح هو الهيكل الذي يستجيب لكافة المتغيرات البيئية. لابد أن يكون هنالك ثقافة تنظيمية في المؤسسة تتبنى ريادة الأعمال وتتبنى الإبداع كمنهج أساسي، وهذه الأساسات لابد أن يكون لديها وسائل متطورة لها علاقة بالتكنولوجيا، لها علاقة بالمتابعات، لها علاقة بالعمل داخل المؤسسة وإلى آخره. ولابد أن يكون هنالك نظام لإيه؟ للحوافز. نظام الحوافز حتى يشجع الأشخاص على إيه؟ على أن يكونوا جزء من العملية الإبداعية. كلنا متفقين على أن نظام الحوافز من الأنظمة التي تساهم وتعزز العملية الإبداعية والريادة في المؤسسة، التي يكون لها يعني متابعات كبيرة حتى نصل إلى الأهداف الخاصة فيه. إذا كان هنالك نظام حوافز جيد، سيكون هنالك رضا عن العمل، وبالتالي سيكون هنالك تفكير في مناحي ريادية إبداعية ابتكارية حتى ننهض في هذه المؤسسة. واضح؟ برامج إدارية جديدة هي استكمالا للنقاط اللي احنا تحدثنا فيها. عندما يكون هنالك رضا عام في المؤسسة، هذا سينعكس على التفكير الخاص في المؤسسة، وبالتالي سيتشكل من خلاله برامج إدارية جديدة ستؤدي إلى مجموعة من الأفكار البناءة التي تساهم في التفكير بطريقة جيدة نحو العمل في المؤسسة. براءة الاختراع، يمكن كنا متفقين على أن براءة الاختراع تحدثنا فيها وقلنا إيش تعريفها قبل شوية، اللي هي أنا في عندي مجموعة من الأفكار اللي أنا ما حدا بيستطيع إنه ياخدها، وهي بتكون ملك لإلي. فبالتالي من خلال الجو العام اللي احنا عايشينه في المؤسسة، اللي له علاقة بشو؟ بالقيادة الجيدة والنظام الإداري والثقافة والهيكل والوسائل والحوافز، سيكون هنالك براءات اختراع. لأنه أنا كل حاجة عندي موجودة، ليش ما أنا أفكر بطريقة معينة؟ هذه الطريقة تخدم العمل في المؤسسة، وبالتالي نصل إلى الأهداف التي نسعى إليها تحقيقها. كل هذه الأمور يجب علينا جميعا أن نحن نتحدث فيها، وأن تكون عندنا دائما الآليات مستمرة والمتابعات مستمرة. توظيف كادر من المبدعين، يمكن كلنا متفقين على أن الكادر الإداري الموجود في المؤسسة يتضمن قيادة إبداعية وريادة إبداعية. هذه الريادة والقيادة يجب أن تضخ في العمل في المؤسسة. كل ما كان في عندي كادر جيد، كل ما كان في مصلحة مين؟ المؤسسة. كل ما كان في مصلحة المؤسسة. لذلك نقول أن الكادر الجيد هو الذي يدعم في تحقيق أهداف المؤسسة، والذي يكون سبب رئيسي في الوصول إلى ما تريد هذه المؤسسة من أهداف واستراتيجيات معينة.
إجمالا نقول بأن الإبداع يعتبر عنصر أساسي في العملية الريادية، بدون أن يكون هنالك إبداع لا يكون تطوير بشكل دائم. ويجب علينا أن نضع حواجز كبيرة ونوقف ما يعيق عملية الإبداع حتى يكون هنالك متابعة جيدة، وأن نفهم بأن القيادة الإبداعية هي تكون سبب أساسي فيما يتعلق في نجاح الأعمال الإدارية، في نجاح الأعمال الإدارية. واضح؟ أنا بعتقد الله إن شاء الله الأمور هيك تكون واضحة. طبعا في هذه النقطة نصل إلى نهاية هذا الفصل الخامس، فصل خفيف، فصل هو استكمال للفصل الرابع اللي بيتحدث عن الإبداع، ولكن هنا نتحدث عن ريادة الأعمال من وجهة نظر ابتكاري، من وجهة نظر ابتكاري. طبعا في عندنا برضو نفس الفكرة مجموعة من الأسئلة بدنا نجاوب، وتجاوب على السؤال الذي يتعلق في صفحة 93. صفحة 93 في عندي سؤال كالتالي: اختر أنت وزملائك منتج معين. طبعا هذا السؤال جوابه فردي، يعني كل شخص بفكر في مجموعة من النقاط، مثلا عجلات سيارة أو غيره، مش بالضرورة عجلات سيارة، وبدك تجاوبني بما يتعلق بهذه العوامل الطلاقة. المطلوب إنتاج عدد أكبر عدد من الأفكار. ما هي الاستخدامات الممكنة للمنتج؟ المرونة، إنتاج أفكار متنوعة، الأصالة، أفكار جديدة وغريبة، التفاصيل، إضافات الممكنة لجعل المنتج أفضل ما يمكن. واضح؟ هذه الأربع نقاط اللي احنا بدنا إياكم تجاوبوا عليها. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفصل الخامس الذي كان يتحدث عن الابتكار وريادة الأعمال. طبعا أتمنى لكم المتابعة الشيقة، إلى أن ألتقي فيكم في لقاءات أخرى. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.